الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا في من حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينكسه العفو، هب لنا ما لا ينكسك واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، ونسألك أرفع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة سنة على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى، ومع صفحة رقم 216. فلله الحمد والمنة أن وصلنا إلى ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة. قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي بداية الصفحة الكريمة، لكن انتبهوا أيها الأحبة، الصفحة السابقة إذا نظرت إلى الآية رقم 60 تجد أن هذه الآية ختمت بقوله تبارك وتعالى: ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإذا نظرت في نفس الصفحة السابقة إلى الآية رقم 55 تجد أن الآية ختمت بقوله تبارك وتعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يفيد أيها الأحبة أن أكثر الناس في بعد عن الله عز وجل، أكثر الناس معرض عن العلم الشرعي، معرض عن العلم النافع، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكذلك الآية التي يعني بدأت بها: ولكن أكثرهم لا يشكرون. أكثر الناس يعني كذلك لا يشكر الله تبارك وتعالى على فضله وكرمه ونعمه جل وعلا، لكن المؤمن على عكس ذلك، المؤمن يشكر الله تبارك وتعالى في السراء والضراء، يرضى عن الله عز وجل فيرضى الله تبارك وتعالى عليه. وهذا يفيد كذلك أن دائما أصحاب الحق تجد أنهم قلة، كما قال ابن القيم رحمه الله: أسلك طريق الهدى ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فعليك بهذه القلة المؤمنة، كما قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. أما آيات اليوم قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ألا إن أولياء الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيام، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مش خايفين من اللي جاي ولا عندهم حزن على ما فات، لأن ما فاتهم في هذه الدنيا إنما هو في حفظ الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم. انت خايف على أولادك من بعدك، يبقى تعمل ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت خليك مع ربنا، اتق الله تبارك وتعالى، اقبل على الله عز وجل، واعلم ان الله عز وجل هو الذي سيتولى رعايتهم تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله. وكذلك ننتبه أيها الأحبة أن هذا الولي عند موته تتنزل عليه الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا ربنا الله وخلاص، قالوا إحنا مسلمين وخلاص، مؤمنين وخلاص، وما فيش عبادة لله تبارك وتعالى، ما فيش قرب لله تبارك وتعالى، لا، إن الذين قالوا ربنا الله بعدها إيه؟ ثم استقاموا، استقاموا على طاعة الله عز وجل، لا خوف عليهم، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا هو تأويل لولاية الله تبارك وتعالى.
من هم أولياء الله؟ شرح الله تبارك وتعالى وبين هؤلاء في الآيات التي تليها، فقال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني هؤلاء الأولياء هم الذين يتصفون بالإيمان بالله وبرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، يعني لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤية صالحة أو ثناء الناس عليهم، ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم. هذا الولي تجد أنه محبوب عند الله تبارك وتعالى، إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلان، فيحبه جبريل. لك أن تتخيل أن سيدنا جبريل يكون بيحبك الآن بعبادتك وطاعتك لله عز وجل، وبعبادتك وطاعتك وحجابك لله تبارك وتعالى. نادى يا جبريل: إني أحب فلان، فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلان، فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول في الأرض. وهذا تأويل قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني تلاقي محبوب ما عند ربنا، محبوب عند الملائكة، محبوب عند الناس. لا واحد انت ما فيش علاقة بينك وبينه، وممكن اصلا ما فيش ولا يوم من الايام انك انت اتكلمت معاه ولا اتكلم معاك، لكن سبحان الله انت بتحبه كده، تقول والله الشخص ده ما فيش علاقة بيني وبينه، بس انا بحبه لله في لله كده، مش عارف ليه. هو ربنا، هو ربنا تبارك وتعالى يضع في قلوب اهل الايمان المحبة لاوليائه جل وعلا. ولذلك اهل الجنة من ملأ الله تبارك وتعالى أذنيه من الناس سماء وهو يسمع، تلاقي ده يسنى عليه وده يسنى عليه ويقول له والله احنا بنحبك في الله والكلام ده، هذا هو الولي لله تبارك وتعالى. مش الولي بقى زي المفهوم اللي عند الجماعة يعني الصوفية ربنا يهديهم، يقول لك ان الشخص ده لما يوصل الولاية كده او يحصل يبان عليه ان الشخص ده وصل للولاية، هو بكده بقى وصل لدرجة اليقين، وربنا بيقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي الحالة دي يقول لك سقطت عنه الأحكام الشرعية، خلاص بقى ما يصليش، ما يصومش، ما يروحش بقى أي حج، خلاص بيجلس بقى في مكان كده ويعتكف في أوضة معانا والكلام ده. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هو ده الولي. زي ما واحد كان حكاري دخل مكان، واحد كان بيحب الأكل قوي، فراح الجماعة الصوفية دول دعوه عشان يأكل معهم يعني، فقال له: أنا روحت عشان أكل يعني، مش في نيتي حاجة يعني، وبيضحك معاه كده. قلت له: المهم يعني أنت عملت إيه؟ احكي لي على اللي أنت شفته. قال لي: أنا دخلت لقيت في واحد كده قاعد على كرسي زي كرسي العرش كده، كرسي عالي، وهم كلهم قاعدين بقى حواليه، وفي واحد جنبه ماسك له طفاية، والولي ده بقى عمال يشرب السيجارة ويطفي في الطفاية، والتاني مديد ماسك له الطفاية كده، ده ولي كمان بيشرب سجاير سبحان الله، وكمان بيعمل ايه الاكتر من كده بقى، قاعد عزكم الله بيتفتف وهو قاعد، فاللي تيجي عليه حاجة يا سلام دي بقى بركة، يروح جاي مسح بها يروح جاي مسح بها وشه عشان دي بركة بقى كده. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كان في شيخ كان جاي لنا من المحلة الكبرى من زمان، ما كنا ضمين مسجد الرحمن الرحيم لأنصار السنة، كان تبع المحلة الكبرى، فكان شيخ فاضل كده كان جاي لنا، فبيقول كنت بيحكي لنا يعني، بيقول كنت رايح بلد اخطب فيها وادور على المسجد اللي انا هخطب فيه، ما اناش لاقي المسجد. بيقول لي اخر ما غلبت ما اناش لاقي المسجد خالص، دخلت مسجد كده، فبيقول لي بعد ما صليت الجمعه تفاجات ان المسجد ده في ضريح، وبعدين بقى احنا ايه اللي دخلنا هنا بس. فالمهم بيسال بيقول هو ايه ده اللي في الاوضه؟ قالوا ده ضريح، بس الاوضه كان فيها ضريحين مش ضريح واحد. قال له: طب ايه الضريحين دول؟ قال له: الضريح الاولاني ده بتاع الولي فلان فلان فلان، عمال يقول له على اسمه. طب التاني ده مين؟ قال له: ده بقى الحمار بتاعه يعني قال له: ده الولي وده الحمار بتاعه. قال له: طب هو ولي، هنفترض ان هو ولي، طب التاني ده معاه ليه؟ قال له: عشان هو لما كان بيغلط في القران كان الحمار بيرد يعني دي حاجات كده. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. طبعا كرامات الاولياء ثابته ونحن بنؤمن بيها. امبارح بس كنا بنتدارس كده مع بعض الزملاء والاحباب يعني في سيره الامام الشاطبي رحمه الله، عالم من اعلام القراءات، صاحب منظومه حرز الاماني وجه التهاني في القراءات السابعه. فالامام الشاطبي ده كان ضرير يا جماعه، كان ضرير. ربنا تبارك وتعالى كتب للمنظومه بتاعته دي القبول،
تلاقيها مشهورة في العالم الإسلامي كله بفضل الله تبارك وتعالى. عمل منظومة يعني أعجزت البلغاء والشعراء، منظومة في الشعر ما فيش زيها إلى الآن، استخدم فيها رموز معينة. يعني سبحان الله، عشان تفهم المنظومة دي لازم أنك أنت بتحفظ المقدمة بتاعتها الأول والرموز المستخدمة، كلام زي كده. المهم أن الإمام الشاطبي ده على كل العلم اللي نشره، وكان ضرير، كان إيه ضرير؟ يعني بصير القلب، يعني يكون في واحد فقد العينين بنقول عليه بصير القلب تأدبا يعني. فكان هنا طبعا في مصر في اخر حياتي، ودفن في القاهره، وله يعني له مسجد والقبر بتاعه موجود يعني. فالمهم الامام الشاطبي كان بيجلس بعد الفجر، وكان الطلاب يعني زحام عليه عشان كله يقرا. ففي يوم يعني دخل طالب كده، طالب راح جاي جلس امام الشيخ، لكن الشيخ ما قالوش اقرا. فالشيخ راح جاي الامام الشاطبي راح جاي قال من حضر ثانيا فليقرأ اولا. طب اللي قاعد قدامه ده ليه ما يقراش الاول؟ ده هو حريص ونايم بيحلم بالقراءه دي عشان هيجلس امام الامام الشاطبي ويقرا عليه، ويجي الامام الشاطبي يقول من حضر ثانيا فيقرا اولا. فقعد يفكر في الموضوع ده الشاب، وقاعد جاي طبعا من بلاد تانية عشان يقرا، وقاطع طريق طويل عشان يقرا على شيء. فقعد يتذكر ان هو على غير طهاره، يعني اصبح جنبا ونسي ان هو يغتسل، وذهب بسرعه للمقرأة عشان يقرا على الامام الشاطبي. فراح جاي على طول تذكر، وراح جاي قام اغتسل ورجع تاني. راح جاي اللي كان بيقرا التاني ده خلص قراءه، فقرا، راح جاي الامام الشاطبي قال من حضر اولا فليقرا ثانيا. يعني كان هو رجع بقى من الاغتسال. فهذه من كرامات الاولياء، اطلق الله تبارك وتعالى هذه على لسانه، زي سيدنا عمر كده بيخطب على المنبر ونادى وقال يا سارية الجبل، ربنا أطلق هذه الكلمات على اللسان. فكان وربنا تبارك وتعالى نجى هذا الصحابي بفضل نداء سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. هو في مكان في وادي تاني خالص، وسيدنا عمر على المنبر بتاعه ونادى يا سارية الجبل، فانتبأ وسمع الصوت بتاعه فوق. هذه من كرامات الأولياء. طيب، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. يعني لا تحزن أيها الرسول لما يقول هؤلاء من الطعن والقدح في دينك، إن القهر والغلبة لله فلا يعجزه شيء، هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يعني ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض، وأي شيء يتبع المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك، وما هم إلا يكذبون في نسبة من الشركاء إلى الله تعالى عن قولهم، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب، وجعل النهار مضيئا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم، إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول. أنا قعدت أتذكر في هذه الآية أيها الأحبة وأتدبر وأفكر فيها، لماذا ختمت بقوله تبارك وتعالى لآيات لقوم يسمعون؟ مش معنى السامع يعني، ليه ربنا ما قالش لقوم يبصرون؟ ليه؟ مين يعرف؟ مين يعرف ليه ختمت بكده؟ ليه لآيات لقوم يسمعون؟ لازم يبقى في مشاركة كده، نفكر كده، نستخرج، نتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي. طيب، يسمعون لأن الإنسان عندما ينام ينام بصره، ينام تنام عينه ولا ينام سمعه. تلاقي واحد نايم ومستغرق في النوم خالص، وسبحان الله جنبه أصوات، لكن لو أنت جيت جنبه كده ونايم وقلت له أحمد، هو اسمه أحمد، انتبه رجع فتح عليه، ينام البصر ولا ينام السمع. فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لذلك والله أعلم خص الله تبارك وتعالى السمع هنا دون البصر. والنوم أيها الأحبة هو معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى، وآية من آيات الله تبارك وتعالى. الإنسان عندما ينام هناك يعني بعض الغدد التي تقوي المناعة لا تعمل إلا في حالة النوم، لا وكمان في حالة النوم يعني الظلام الإيه
الدامس، تلاقي الغدد دي تعمل وتقوي المناعة بتاعته، خاصة من بعد صلاة العشاء. وده يعني يخلي الإنسان يبقى حريص إن هو يحاول إن هو ينام بدري. ما نعرفش طبعا نطبق الموضوع ده، لكن نحاول قدر الإمكان. ربنا تبارك وتعالى جعل الليل لباسا والنوم سباتا سبحانه وتعالى، وجعل النهار معاشا. فآيات الله تبارك وتعالى في النوم إن الإنسان يمشي على هذه القوانين اللي هي يجد أن الله تبارك وتعالى يعافيه من كل شيء. الدكتور عبد العظيم كان بيحكي لنا، بيقول عندنا ناس في القرية، الناس دولت من أطول الناس أعمارا في القرية. طبعا الأعمار بيد الله، بس لكل شيء سبب. يعني بيقول الشيخ إيه، بيقول عندنا الجماعة دولت أما بنصلي العشاء يقول السلام عليكم ورحمة الله، التانية يقولوها وهم يكونوا خلاص ناموا، يعني إيه كناية عن مسارعتهم إلى السرعة في النوم يعني. فبيقول لك الناس دولت من أكتر الناس يعني الصحة بتاعتهم كويسة، وأكتر الناس ما شاء الله تلاقي ربنا بيبارك لهم في أعمالهم. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني قال فريق من المشركين اتخذ الله الملائكة بنات، تقدس الله عن قولهم. فهو سبحانه وتعالى الغني عن جميع مخلوقاته، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض. ليس عندكم أيها المشركون برهان على قولكم هذا، أتقولون على الله قولا عظيما، إذ تنسبون إليه الولد لا تعلمون حقيقته دون برهان. سبحان الله، الله تبارك وتعالى أسمائه الحليم، يعني نسب الله عز وجل الولد ويحلم عليهم تبارك وتعالى. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يعني إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يزفرون بما يطلبونه ولا ينجون مما يرهبونه. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يعني الله تبارك وتعالى يقول فلا تغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا، ما تغترش بيهم. وده بقى البصيرة اللي احنا قلنا عليها امبارح يا جماعة، إذا مش عشان انت شفت واحد ساري ولا واحد ربنا فات عليه الدنيا تغتر وتتمنى انك انت تكون مكانه، لا، المؤمن عنده بصيرة. وربنا بيقول لك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ليه يا رب؟ لنفتنهم في، يعني ابتلاء، اختبار، امتحان. طب ليه ربنا يعني الله تبارك وتعالى شبه الدنيا بالزهرة؟ ليه؟ لأن عمر الزهور قليل. انت لو معاك وردة كده ريحتها جميلة شكلها حلو، هتفضل قد ايه على شكلها ده؟ عمر الزهور قليل. ولذلك ربنا قال زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى ما تغترش بالناس دولت. ثم إلينا مرجعهم، رجوعهم يوم القيامة، ثم نذكهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم للرسول. هذه الآيات فيها ولاية الله تبارك وتعالى تكون لمن آمن به وامتثل أوامره واجتنب نواهيه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولياء الله هم الآمنون يوم القيامة، ولهم البشرى في الدنيا بالرؤية الصالحة أو عند الموت. رقم 2، العزة لله جميعا وحده، فهو مالك الملك، وما عبد من دون الله لا حقيقة له. رقم 3، الحث على تفكر في خلق الله، لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده جل وعلا. وهذه عبادة أيها الأحبة يجهلها الكثير من الناس، ألا وهي عبادة التفكر، كما قال الله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. إنسان يتذكر ويتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، تفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. هذه عبادة غائبة، عبادة مهجورة، أكثر الناس لا يتفكر. انظر لتلك الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. فلنتفكر أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.